مواكبة لمحاربة الفساد، قطاع العدالة على موعد مع عملية تطهير واسعة. يرى مراقبون أنها ستكون تاريخية وتمس أغلب القضاة على مستوى القطر الوطني، وهذا عقب الاجتماع المنتظر هذا الأسبوع للمجلس الأعلى للقضاء والذي سيرأسه رئيس الدولة أو وزير العدل بالقاسم زغماتي. الحالي هذا الحركة كانت راح تندر المفروض هذا الشهر الماضي بالذات في وزير العدل السابق سي إبراهيمي وجاوب سي وجالس زغماتي كوزير العدل، تأخرت أكيد باش تعطى الوقت للوزير العدل الحالي باش يرتب أموره وينظم حركة كما ينبغي. الحركة المرتقبة في السلك ستخرج قضاة على التقاعد وتدفع بآخرين نزهاء وأكفاء إلى مناصب نوعية لمواكبة محاربة الفساد والفصل في الملفات الموضوعة بين يدي العدالة. ربما سيحالون على التقاعد في قضاة سيتم نقلهم إلى أماكن معينة، سكان ربما تم تنحيتهم من الرئاسة سواء رئاسة المجلس أو نائب العام، لأنهم لأن تم تنحيتهم بناء على تقارير مصالح الأمن، تم تنحيتهم على تقارير مصالح الأمن، وهذه التقارير كانت موجودة في وقت الوح ولكن تم التحفظ أو التستر عليها. التغيير المرتقب في سلك القضاة يهدف بالأساس إلى تطهير القطاع وتمكينه من أن يكون في مستوى تطلعات الجزائريين بعدالة مستقلة ونزيهة.